طبعا هذه البطولة تقام للمرة الرابعة في مسقط. اللعيبة بصراحة من جميع المدن في سلطنة عمان، مستويات ممتازة، حضور ممتاز، تنظيم رائع. هذه أول مشاركة لي في بطولة بلاي ستيشن فيفا 19 النسخة الرابعة. بطولة صراحة كانت جميلة، المستويات الشباب كانت عالية غير عن البطولات الماضية، كان المستوى أعلى في هذه البطولة. مشاركتي الأولى فيها وصلنا لدور 12 الحمد لله، وإن شاء الله في النسخ الجاية نطمح أن نكون للأول إن شاء الله. Thank you.